بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتوب علينا. اللهم إنا نطلب منك أن تنصرنا على أعدائنا، فانصرنا برحمتك، والطف بنا بلطفك، وعافنا بعافيتك، وأكرمنا بكرمك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمائنا والمسلمين. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. أعنا على ما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا فيما أقمتنا فيه، واجعل ما أقمتنا فيه قربة إليك يا رب العالمين. اللهم لا تحجبنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، نحن ووالدينا وذريتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية في كتاب الحج. وقرأنا في كتاب الحج أركان الحج، وقرأنا واجبات الحج، واليوم نقرأ سنن الحج. وسنن الحج هي التي يصح الحج ولو لم تفعلها، ولا تحتاج إلى دم لتجبر، ولكن الدم فيها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجبران. أما الأركان فهي التي لا تجبر بدم، لا بد من الاتيان بها. والواجبات هي التي إن لم تفعلها جبرت بدم وصح الحج. وسنن الحج أي والعمرة، نقرأ من الهامش الأول. وسنن الحج سبع، أحدها الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها ولو عكس لم يكن مفردا. والثاني التلبية، ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. والثالث طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. والرابع المبيت بمزدلفة، وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي، لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب. والخامس ركعة الطواف بعد الفراغ منه، ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويسر بالقراءة فيهما نهارا، ويجهر بها ليلا، وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. إن شاء الله هنا حتى في مسجد الأشرف، يعني سلاف أي بقعة طالما فاتته افرد افتكرها بعد ما رجع بلده يصليها برضه بلده ركعتين. والسادس المبيت بمنى، هذا ما صححه الرافعي، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب. يبقى هنا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى الراجح أنهم واجب، فيهم خلاف، والخلاف ده يوسع الدائرة على الناس، يعني الحمد لله أن الأمر فيه سعة. فاللي يفوت مثلا المبيت في منى لأي سبب
يعني ما تيأسوش من نفسه وليس عنده امكانيات ان هو يذبح مثلا لانه ليس عنده مال، خلاص تفتينها سنة، الحكاية سهلة. لو عنده امكانيات يذبح يبقى احسن خروجا من الخلاف. يعني الذبح كل الحكاية 390 ريال ولا 400 ريال يدفعها كده في البنك وخلاص سهل. والسابع طواف الوداع، والراجح طبعا في طواف الوداع انه واجب، بس واجب منفصل وليس من السنن، بس الحمد لله ان في واجب يقول انه سنة عشان لو واحد ما طفه وما لم يطفه يبقى سهل. والسابع طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان أو لا، طويلا كان السفر أو قصيرا. وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح لكن الأظهر وجوبه، ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الإحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوجها ومعقودها وعن غير الثياب من خف ونعل، ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. ونقف على فصل في أحكام محرمات الإحرام. نقرأ ما علق عليه الشيخ إبراهيم البيجوري على ما فات. قوله: وسنن الحج أي والعمرة، ففيه اكتفاء كما مر في أول الكتاب، ولو قال وسنن النسك أو النسكين لكان أولى. وقوله سبع بتقديم السين على الباء، ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه، وكونها سبعا بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي كثيرة. ويسن من السنن التي لم يذكرها يعني المصنف ولا الشارح، ويسن شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر، والتضلع منه يعني انه يمتلئ يملأ ضلوعه، ادي معنى التضلع. يبقى يشرب دي سنة ويمتلئ منه دي سنة تانية، لانه ممكن يتأتى الشرب بجرعة، لكن عشان يمتلئ منه دي سنة تانية، ويسموه التضلع يعني يمتلئ يحس انه ملأ ضلوعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتضلع منها منافق ولو لغير حاج ومعتمر. والتضلع منه واستقبال القبلة عند شربه، يبقى شرب ماء زمزم في حد ذاته سنة، ولما يشربه يتوجه للقبلة سنة، وانه يتضلع منه سنة، وانه يدعو بعد الشرب زمزم دي سنة. يعني اربع سنن متعلقة بماء زمزم. وان يقول: اللهم انه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ان ماء زمزم لما شرب له وانا اشربه لكذا وكذا. كل دي سنن، وكل ما يشرب ماء زمزم ينوي نية جديدة ودعاء جديد، وربنا سبحانه وتعالى فضله واسع. وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم من السنن أيضا، زيارة، بل هي من أرجى الطاعات والقربات لله عز وجل. وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم ولو لغير حاج ومعتمر الذي قبله، يعني شرب ماء زمزم ويتعلق به برضه ولو ما كانش بيحج ولا بيعتمر، برضه يشرب زمزم ويدعو. وكذلك زيارة قبر النبي مطلقا، سواء بقى كان هيحج او يعتمر، او بعد ما يحج او قبل ما يحج او قبل ما يعتمر او بعد ما يعتمر، يبقى ايه؟ يزور النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لغير حاج ومعتمر كالذي قبله. ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه، ويزيد في ذلك إذا رأى حرم المدينة وأشجارها، ويسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه، ويغتسل قبل دخوله المدينة. ده يسموه غسل المدينة، غسل دخول المدينة، يعني أول ما توصل الفندق بتاعك في المدينة ما تروحش بقى المسجد أنت لسه وثياب السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأشج عبد القيس لما جاء وفد عبد القيس، وعبد القيس اللي كانوا البحرين، مدينة البحرين دلوقتي، لما جاءوا للنبي في عام الوفود، طبعا سفر طويل، فكلهم تعجلوا دخلوا يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم عليهم أثر السفر.
لكن الرئيس بتاعهم اللي هو الأشج عبد القيس ايه نصب الخيمة ودخل اغتسل وتطيب وغير ثيابه ولبس أفخر ثيابه ودخل بقى يزور النبي بالهيئة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني فرح به وقال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، الحلم والأناء. فالواحد برضه ما يوصل المدينة بعد ما يطمئن كده يدخل يغتسل يغير ثياب السفر إن كانت اتسخت، وإن كان سفرنا الآن الحمد لله يعني بيبقى سفر ميسر، ممكن تبقى ثيابك لسه نظيفة، في ناس بتروح بالطيارة على طول سهل، لكن على الأقل تغتسل وتتطيب ويبقى في هيئة حلوة، لأنك أنت رايح تزور النبي هتقف قدام النبي. أنت لما بتروح تزور رئيسك في العمل أو هتقابل مثلا رئيس جمهورية ولا ملك من ملوك الدنيا، شوف بقى بتفكر ازاي تلبس ايه وتوضب ايه وتعمل ايه. فخد بالك دي زيارة النبي دي يعني من ارجى الزيارات للانسان في حياته كلها، وبيبقى كل من زار النبي له شفاعة خاصة فوق الشفاعات الاخرى، لان النبي له شفاعات كثيرة. فيبقى ايه ويغتسل قبل دخوله ويلبس انظف ثيابه، فاذا دخل المسجد قصد الروضة الشريفة. طبعا الوقت في الزحام بتبقى صعبة شوية، يعني مجرد تدخل المسجد حيث ما تيسر لك صلي ركعتين سنة هي تحية المسجد، لكن لو تيسر في أيام ما تكونش موسم يبقى روح صليها في الروضة، حاجة جميل، وهي ما بين قبر النبي ومنبره، وهي ما بين قبره ومنبره، وصلى تحية المسجد بجانب المنبر. والأولى أن تكون في المحل الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في محراب النبي معروف والناس تقف طوابير كده تحاول تصلي فيه، فممكن لو خدت دورك ما فيش مشكلة. وإذا فرغ من الصلاة شكر الله على هذه النعمة، لا شك لأن حرم منها ملايين المسلمين، إن ربنا كرمك كده وحملك وجابك ووقفك في المكان ده وأنت مسلم مؤمن محب وجاي زائر، دي نعمة كبيرة حرم منها يعني مليارات غيرك، وهم يمكن أكثر منك ذكاءك وأنه أكثر منك مالا ويمكن أكثر منك مواهب، لكن ده فضل الله بقى يؤتي من يشاء. فكونك أنت ممن شاء الله أن يؤتي هذا الفضل فعليك أن تحمد الله على هذه النعمة. ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا رأس القبر الشريف بعيدا عنه نحو 4 أذرع قبالة الكوكب الدري على الرخامة البيضاء المعلق عليها القنديل. دي أوصاف طبعا تغيرت شوية، لكن انت بتبقى داخل من باب السلام وبتمشي مع ايه مع الوفود اللي داخل على النبي صلى الله عليه وسلم كده، تلاقي اتجاه واحد هتلاقي نفسك هتقف امام المقصورة الشريفة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول ما انت ماشي، وتحاول يكون حالتك هادئة حسن السمت، ما تزحمش الناس، ما تشغلش نفسك بالنظر في وجوه الاخرين، واشغل نفسك بانك انت يعني تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، او تحضر انت عايز تقول للنبي ايه، ما هو ربنا بيسمعه وبيعلمه. فارغ القلب من علق الدنيا متأدبا متواضعا ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم بلا رفع صوت. النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان في برزخه له مواهب يستطيع ان يطلع على ما لا يطلع عليه الاخرون، فإذا كان الإنسان العادي كده فما بالك بقى سيد البشر. فربنا له يعني يعطيه اطلاع عليك وعلى كل اللي بيسلموا عليه في وقت واحد، ويرد على كل واحد في وقت واحد صلى الله عليه وسلم، ما يشغلوش سلام واحد عن سلام آخر. دي مواهب يعطيها الله لمن شاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين، فطالما جعله رحمة للعالمين بيعطيه مواهب تكون متعددة، وعلشان كده يعني هو محل الكثرة في عين الوحدة وكذلك محل الوحدة في عين الكثرة صلى الله عليه وسلم. فهو متكثر متوحد ومتوحد متكثر، وإن كنت لا تتعجب من ذلك فقد أعطى إبليس وهو أخس خلقه القدرة على أن ينزغ بين إنسان وقلبه وعقله، وفي نفس الوقت يفعل ذلك في كل البشر في وقت واحد، وده إبليس. إبليس يعني أخس خلق الله، فمش مستغرب أفضل خلق الله ربنا يديه مواهب أعلى، يديه مواهب أعلى، فلا تقصها بمقاييس الدنيا
ولا بمقاييس الانسان العادي، ان هو لو واحد كلمه انسان كلمه تاني في نفس الوقت ينشغل عن هذا بهذا. الحاجات دي مش موجوده مع اهل المواهب العاليه كويس، فدي لازم تراعيها. للاسف الناس الذين لم يقدروا النبي حق قدره يعني صعب عليه هذا، ولك مات خلاص وحتى يمكن لا يهتم بزيارته، ويعني هو هيطلع على الناس دي كلها ويسمع الناس دي كلها لانه بيقيس مواهبه بمواهب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل النبي على سائر الخلق كفضل الانسان العاقل الكامل على الناموس، ناموس الصغير. مش أي المثل ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يوقعن فيها ويذبهن عنها، وده تمثيل والنبي اعلى من هذا صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده مش محتاج انت ترفع صوتك، ولا محتاج انك انت تستنى فتره صمت الاخرين عشان تتكلم يوم النبي يكون منتبه لك، ولا الحاجات دي خالص تبقى ببالك. انت خلاص وقف قدام النبي كلمه كانك انت الفرد الوحيد اللي بيكلمه صلى الله عليه وسلم. ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم بلا رفع صوت قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، أشهد أنك رسول الله حقا، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلوت الظلمة ونطقت بالحكمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده، جزاك الله عنا أفضل الجزاء. ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر أيضا قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه فيقول مثل ما تقدم، ثم يرجع إلى موقفه الأول، يرجع تاني بعد كده يقف قدام إيه النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، ويتوسل به إلى ربه. وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين. هذا الكتاب طبعا كلام الشيخ البيجوري من أكثر من 200 سنة ولا حاجة، ما كانش لسه المذهب الوهابي يعني إيه قلق الناس بموضوع التوسل وإن ده شرك ومش شرك، الحكاية دي مش في بالهم. أنت أصلا بتصلي على النبي في صلاتك، الصلاة على النبي ما هي إلا توسل، طلب مدد من النبي. فصلاة الله على النبي تمده، وصلاتك على النبي تستمد منه، لأنه قاسم والله يعطي. فالحكاية سهلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي البشر مباشرة بل يعطيهم عن طريق نبيه اللي هو الرحمة، لأن عطاؤه عطاء رحمة سبحانه وتعالى. والرحمة لابد أن تأتيك من جهة تستطيع أنك أنت تستقبلها، أنت لا تستطيع أن تستقبل من الله مباشرة، لابد أن يكون هناك برزخا بينك وبين الله لقوة قهر الله وعظمة الله وجلال الله، فلا تستطيع أن تستقبل من الله مباشرة. فخلق لك من يصلح أن يستقبل منه، وتصلح أنت أن تستقبل منه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو البرزخ الذي بين الله وخلقه، لأنه الرحمة للعالمين، للعالمين حتى الملائكة لا تستمد قدرتها ولا قوتها من الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين والملائكة من العالمين. حتى العرش والكرسي لا يثبتان ولا ينيران إلا باستمدادهما من أنوار النبي التي استمدها من الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين. كل العوالم رحمة، كل العوالم تفتقر إلى ربها، وهي تحتاج من الله ما يبقيها ولا يأتيها من الله إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الله خلقا ومن النبي مظهرا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحكاية واضحة وسهلة. وبعدين السلام على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وحبهما علامة الخروج عن أهل البدع، لأن أهل البدع عادوا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وفرقوا بين الصحابة. فكونك أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى أزال من قلبك البغضاء لسيدنا أبي بكر وعمر، يبقى نزهك مما وقع فيه الروافض، وعليك انك انت حتى كانوا زمان يعرف اهل السنة بايه، انه بيتردع الشيخين، طالما اقول رضي الله عن ابي بكر وعمر خلاص يبقى براءة، ده من اهل السنة. وكانوا الروافض يعرفوا ان الجدع ده رافضي زيهم ولا لا، يقول له العن، فلو لعن
يبقى خلاص تبعهم، ما لعنش يبقى مش تبعهم، معروفين يعني طول عمرهم. والمسلمين كان بالرغم ان كانوا العبيديين اللي احنا بنسميهم الفاطميين، وهم اصلا عبيديين يعني كانوا فجرة مجرمين امتداد للقرامطة، وحكموا مصر وقهروهم حوالي 200 سنة، وكانوا يلعنوا الشيخين وكان اهل مصر يبنوا المساجد ويكتبوا الله محمد ابو بكر عمر علي عثمان على القبلة كده، عيني عينك واللي مش عاجبك مش عاجبك، ودي كانت معروفة مشهورة. فالمصريين الحمد لله لم يتلوثوا بمثل هذه الافكار، والحمد لله على فضله. فعلشان كده لازم تسلم على سيدنا ابو بكر وتسلم على سيدنا عمر وتعترف لهم بالفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة داخلا مسجده الشريف في حال حياته وماسك سيدنا ابو بكر من يده اليمنى وسيدنا عمر من يده اليسرى، فنظر اليهما وقال: هكذا نبعث يوم القيامة، هكذا نبعث يوم القيامة، وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. فنعمة كبيرة ان ربنا يعني رفع من قلبنا كل ما يعلق من ايه، من بغضاء لمن احبه النبي. فيبقى تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل به طبعا، ما هو وسيلتك، ده هو وسيلتك لبقائك، وسيلتك لوجودك، وسيلتك لحتى لتتنفس، لتكون لك وجود اصلا، لان هو الوسيلة لاخراجك من العدم الى الوجود، لانك ما خرجت من العدم الى الوجود الا بالرحمة، وهو الرحمة. وعلشان كده لو غاب عنك طرفة عين ما وجدت اصلا، لان غاب عنك المدد. فالحكاية سهلة، فما فيها يقولك نتوسلش ما تتوسلش يعني، اذا كنت انت اصلا نفسك بالنبي، نظرك بالنبي، حركتك بالنبي، كل مدد يأتيك من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو مش ما قدر النبي حق قدره، هو ما قدرش النبي حق قدره. لو يشوف آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هو ربنا بيصلي على النبي يعني إيه؟ يعني بيمده، والملائكة وغير الله بيصلوا على النبي ليه؟ عشان يستمدوا. بس فلما تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل نفس ولمحة، تبقى يدوب، ما فيش لا نفس ولا لمحة إلا عن طريقه مدد، فهمت؟ فمش عدد كبير ولا حاجة، ده قائم، ده انت بتحقق، بتقول القائم، ما فيش ذره في الوجود لها وجود الا بمدد النبي اصلا، عشان يبقى ليها وجود. فلما تقعد تقول بعدد الاوبار وبعدد الارياش وبعدد الذرات وبعدد المطر وبعدد المطر طب ما انت قاعد بتعدد مظاهر الصلاه على النبي اللي هي مدد النبي للاكوان التي استمدها من صلاه الله عليه اصلا. الحكايه سهله واضحه. فانت ما بتصلي على النبي في صلاتك، بتصلي على النبي في صلاتك لانه هو الواسطه التي بها صليت، والتي بها ذكرت، والتي بها عرفت الله، ولولا ما كنت عرفت الله اصلا، ولا كنا اصلا اجتمعنا، ولا كنا اصلا يبقى لينا وجود. فهو السبب في كل موجود صلى الله عليه وسلم. تيجي تقول لهم كده يزعل، تقول له الميه يرضى، ده المية دي اصلا ما هي الا من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لولا النبي ما كانتش المية تبقى مية تطفئ النار، كانت تبقى نار، لان هي اصلا نار في حقيقتها نار. فلما تجلى الله على الاكوان بالرحمة من خلال الرحمة صارت ماء تطفئ النار، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فصار سرا سريا في الاكوان صلى الله عليه وسلم. الحكاية واضحة يعني. عشان كده ما تيجي تقرا للناس دي العلماء القدام يقول لك ايه، ويتوسل به الى ربي، عادي، ما عندوش اي اشكال في قلبه ولا شبهه، سهله عنده. لكن الجيل اللي طالع بتاع اليومين دول للاسف امتلأت قلوبهم شبهات بسبب يعني من تصدر وهو غير اهل للتصدر. واذا اراد السفر ودع المسجد بركعتين، وأتى القبر الشريف وأعاد ما تقدم من السلام وغيره. يبقى أول ما يزور المدينة يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ينوي فراق المدينة زي برضو طواف الوداع كده يزور برضو النبي صلى الله عليه وسلم تاني. قول أحدها أي سنن الحج السبع،
وقوله الإفراد، احنا عارفين ان الحج بيؤدى بثلاثة طرق، إفراد وتمتع وقران. الإفراد انه يعني يحرم بالحج اولا، إحرام لا يؤدي به إلا الحج، يعني أفرده بإحرام. دي أفضل الصور عند الشافعية، عشان كده جعلوها من السنة. كويس. والتمتع إنه يبدأ بالعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج، يبقى تمتع بينهما إيه بفترة فسمي تمتع. والقارن إنه يحرم إحرام واحد يدخل أعمال العمرة في الحج. والمتمتع والقارن عليهم هدي، والمفرد لا هدي عليه. الشافعي اختاروا ان الافراد افضل، والمالكية اختاروا ان التمتع افضل، والاحناف اختاروا ان القران افضل. فهنا احنا بنقرأ على مذهب الشافعي، عشان كده حط لك الافراد من سنن الحج. تقرأ في كتب المالكية يقول لك التمتع من سنن الحج، تقرأ في كتب الاحناف يقول لك القران من سنن الحج. سهلة. وهو أفضل من التمتع، وهو أفضل من القران، فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه. الأول الإفراد، وهو أن يقدم الحج على العمرة كما قاله المصنف، وسمي بذلك لإفراد كل منهما بإحرام وعمل. والثاني التمتع، وهو أن يقدم العمرة على الحج كما أشار إليه الشارح بقوله ولو عكس لم يكن مفردا، وسمي بذلك لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين. والثالث القران، وهو أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها. يعني أنت ممكن تحرم بالعمرة وتدخل عليها الحج، لكن لا يجوز أن تحرم بالحج وتدخل على العمرة. كويس. ده على مذهبنا احنا الشافعي. يعني ممكن واحد يحرم بالعمرة وبعدين يتأخر في السفر، فيلاقي نفسه وصل مكة وعرف بكرة، طب ما خلاص بقى يدخل عليه عمل الحج وخليها قران، أسهل له بقى لما يطوف ويسعى ويحلق ويرجع يحرم تاني وهو بكرة هيبقى في عرفة. كويس. فلو أن يدخل عليه الحج ويبقى يصير قارنا. سهلة. إنما لو كان أحرم بالحج وطلع، وبعدين بعد ما احرم في الحج كده وهو لما وصل قال ما ادخل معاه عمره وابقى قارن، ده ما ينفعش، الصوره دي ما تنفعش. ويمتنع ان يحرم بالحج ثم يدخل العمره، لانه لا يستفيد بادخال العمره على الحج شيئا، بخلاف عكس فانه ادي عله، ادي العله ليه ما ينفعش يدخل العمره على الحج، يدخل له ان يدخل الحج على العمره. ليه؟ لانه الحج فيه اعمال العمره وزياده، فيبقى كانه هو ادخل ما زاد، ما لغاش حاجه. انما لو هو احرم بالحج ويدخل العمره هيزود اعمال؟ مش هيزود اعمال. ما الاعمال هي ايه؟ هنا طواف وهنا سعي وهنا طواف وهنا سعي، لان الحج ازيد، يعني الحج كامل بذاته مش محتاج ما يكمله. إنما العمرة قابلة أنها تكمل لأنها فيها أعمال ناقصة عن الحج، هذه العلة يعني. ويمتنع أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة، لأنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج شيئا، بخلاف عكس فإنه يستفيد به الوقوف بعرفة والرمي والمبيت. وعلى كل من المتمتع والقارن دم، إن لم يكونا من حاضر الحرم، وهم من وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه. دون مرحلتين يعني اقل من حاجه 85 كيلو. فان كان منهم فلا دم عليهما. قوله وهو اي الافراد، وقول تقديم الحج على العمره اي تقديم الاحرام بالحج والفراغ من اعماله على الاحرام بالعمره والاتيان باعمالها، كما اشار الى ذلك الشارح بقوله بان يحرم اولا بالحج إلى آخره. فإنه تصوير لتقديم الحج على العمرة، لكن أراد الأكمل لتقييده بقوله من ميقاته، لأن برضو الإحرام من الميقات ده برضو إيه من الإيه من الواجبات. الإحرام من الميقات ده من الواجبات، يعني لو ما أحرمش من الميقات صح إحرامه وعليه دم. سهلة.
وبقوله ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل، فإن الإفراد لا يتوقف على ذلك لكون مسماه تقديم الحج على العمرة فقط. وقوله ويفرغ منه أي من أعماله، وقوله إلى أدنى الحل أي أقربه، فيخرج إلى الحل ولو بخطوة، وأفضل بقاع الجعرانة أو الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية كما مر. قوله ولو عكس لم يكن مفردا، لو قال ولو لم يقدم الحج على العمرة لم يكن مفردا لكان أولى، لأنه يشمل ما لو عكس بأن أحرم بالعمرة وأتى بعملها ثم أحرم بالحج وأتى بعماله، وهذا هو التمتع وهو الذي اقتصر عليه الشارح، وما لو أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها، وهذا هو القران بصورتيه كما تقدم. قوله والثاني أي من سنن الحج السبع، وقوله التلبية وتتأكد عند تغير الأحوال. التلبية تتأكد إمتى؟ زي بالضبط تكبيرات العيد، تتأكد عند تغير الحال، يعني من إرادة نوم أو من استيقاظ، من ارتفاع أو هبوط، من التقاء رفقة أو من اجتماع الرفقة، أو من تفرق الرفقة، أو من إرادة الطعام، أو من عند الشبع من الطعام، يبقى عند تغير الأحوال. كل ما يحصل له حاجة تغير، ما هو التغير الأحوال دليل توالي النعم، فتوالي النعم يستوجب الذكر والشكر. كويس، وعلشان كده تتأكد عند تغير الأحوال. هاتلي أسبرينة. وتتأكد عند تغير الأحوال كركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار وأولاها، أولاها يعني أولى تلبية ما كان عند الإحرام في البداية خالص. ويسن أن يسمي فيها، اللي هي أول تلبية يسمي فيها النية بتاعته، يسمي فيها ما أحرم به. وتكره التلبية كسائر الذكر يعني في المواضع النجسة وبالفم النجس كغيرها من الأذكار، يبقى ما يدخل دورة المياه ما يلبيش، زي برضو ما يذكرش ربه. وكذلك لو فم فيه نجاسة يعني نزيف في اللثة مثلا وفي أثر دم في ريقه، يبقى ده فيه نجاسة، يبقى يتمضمض الأول ويطهر فمه وبعدين بعد كده يلبي. وكذلك سائر الذكر، فلا يقرأ القرآن مثلا وفي فمه نجاسة وغير ذلك. وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة إن كان محرما، فإن كان حلالا قال اللهم إن العيش عيش الآخرة من غير لفظ لبيك، أي أن الحياة الهنيئة الدائمة حياة الدار الآخرة بخلاف حياة الدنيا فإنها مكدرة ومنقطعة. وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى لا تركنا إلى الثياب الفاخرة واذكر عظامك حين تبلى ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. طبعا يقول لبيك للمحرم وغير المحرم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قوله ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، فترة إحرامه يسن أنه يكثر من التلبية، لكن لا تسن في الطواف لأنه مشغول، ولا في السعي لأن فيهما أذكار خاصة، ولا تسن أيضا عند الرمي بل يكبر عنده كما مر. قوله ويرفع الرجل صوته بها، يبقى دي هيئة من هيئات التلبية، يبقى التلبية نفسها سنة وفيها هيئة سنة أن تكون بصوت مسموع للرجل وغير مسموع للمرأة. ويرفع الرجل صوته بها أي إن لم يؤذي غيره ولا يجهد نفسه، يعني ما يعليش صوته بقى كأن أنت خبات صوته يذبح، لا يعني كأنه بيتكلم لمن بجواري يعني زي ما بنتكلم كده دلوقتي، لكن ما يعليش قوي لأن في ناس إيه بتاخدها بقى العاطفة ويقعد يلبي 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 وطول اليوم، يجي بالليل حنجرته اختفت، يتحرم من حنجرته غلبان، يقعد يدور حاجة
ما بلهاش يعني الشرع ما يطلبش منك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ايه؟ اربعوا عن انفسكم فانكم لا تدعون اصما، لان كان برضو الصحابه بتبقى فرحانه جايه مشتاقه للكعبه وجايين من المدينه وبقالهم مده، اول ما يشوفوها بقى يهللوا ويكبروا ويلبوا بصوت عالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، اي ان لم يؤذي غيره ولا يجهد نفسه، والمراد بالرجل الذكر ولو صبيا، وخرج به المراه والخنثى. يعني المراه مش من اهل رفع الصوت، لان مبنى المراه في الشرع الستر. وخرج به يعني بقوله الرجل المراه والخنثى، فلا يرفعان صوتهما بها بحضره الاجانب، بل يسمعان انفسهما فقط، بل يسمعان انفسهما فقط. واما بغير حضره الاجانب فيرفعان صوتهما، فالمفهوم فيه تفصيل. يعني لو الستات قاعدين في خيمه كلها ستات، يبقى ما فيش مانع ان هم يرفعوا صوتهم برضو بالصوت اللي هو ايه؟ الخطاب العالي مش العالي. كذلك نفس الحكايه في الصلاه، في الجهر بالصلاه، لو صلوا مع بعضهن في مكان معزول عن الرجال فيجهرن بالصلاه، تهمهم واحده منهم وتجهر. طب لو صلوا في حضره الرجال جماعه يبقى يسروا حتى في العشاء. كويس؟ نفس القصه، نفس الاحكام هي مستقره في الاحوال دي كلها. قول ولفظها لفظ التلبيه يعني، ومن لا يحسنها بالعربيه ياتي بها بغيرها، لانها مش قران. فالتربيه مش قران، ده ذكر. ممكن يقولها بلغته ما يجراش حاجه، يترجمها ويقولها بلغته، لا طالما لا يحسن العربيه. فان احسن العربيه فالاولى ان يتقن بالعربيه. ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بغيرها، بغير العربية وتجوز الترجمة عنها بغير العربية مع القدرة عليها على الأوجه. طب افرض قادر على العربية لكن هو بيستريح في اللغة بتاعته الأصلية، لكن هو يقدر يقول العربية، هل يجوز ان يقولها ولا يرغم نفسه ويقولها بالعربية؟ يقول لك على الأوجه انه هو ممكن يقولها بلغته، لان دي ذكر يعني مطلق، بخلاف ايه؟ الصلاة والقرآن. الصلاة الفاتحة ما ينفعش يقرا ترجمتها طالما يحسن العربية خالص. طب افرض لا يحسن العربية مطلقا، له ان يقرأها مترجمة على مذهب الاحناف، لكن مش على مذهبنا احنا الشافعية. يقول ذكر بالعربي يحسنه، ان شاء الله يوقف يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اي ذكر هو يطلق بعدد حروف الفتحه وخلاص، لكن ما ينفعش يقول داخل الصلاه غير العربي. ده الشافعيه كده. الاحناف عندهم تفصيل، الذي لا يحسن له ان يقرا ايه؟ ترجماتها. احنا عندنا قلنا لا ما ينفعش. ليه؟ لان الترجمه ليست قران اصلا، القران عربي. ده الترجمة دي عبارة عن يعني زي ما تقول بدل، بدل بس مرادف وليست قرآن. يعني ما ينفعش قرآن مكتوب بالفرنسية تقول عليه قرآن كريم، درجة انك انت ممكن تمسكه وانت جنب كمان لانه مش قرآن، وممكن تقرأ فيه وانت جنب، تقرأ قرآن اللي بالانجليزي ده وانت جنب لانه مش قرآن. دي معاني كلمات، مش كده برضو؟ وبالتالي يبقى في باب التلبية، لأنه باب ذكر مطلق، حتى ولو أحسن العربية وقالها بلغته يجوز على الأوجه. على الأوجه يعني في وجه يقول لك برضو لا يجوز، كن يقول على الأوجه يبقى في وجه مقابل له يقول أنه لا يجوز طالما لا يحسن العربية، طالما هو يحسن العربية. واضح؟ قوله لبيك أصله لبينا لك، وهو معمول لفعل محذوف والتقدير ألبي لبينا لك، فحذف الفعل، فحذف الفعل وهو ألبي وجوبا، وأقيم المصدر لبينا لك يعني ألبي لبين، وأقيم المصدر مقامه، ثم حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف فصار لبيك، وهو مأخوذ من لب بالمكان، يقال لب
هي اصلا هي ايه؟ لبينا لك، مش كده برضو؟ لبينا لك، شيل النون للتسهيل، يبقى لبي لك، مش كده برضو؟ شيل اللام تانية للتسهيل، يبقى لبيك. صح؟ فهمت هي جت ازاي؟ يعني كأنها كلمة مركبة من كلمتين، لبينا لك، فحذفنا النون واللام تخفيفا فبقت لبيك على بعضها كده. وهو مأخوذ من لب بالمكان، يقال لب بالمكان لبا، وألب به البابا أقام به، والمقصود التكثير، يعني كأنه معناه أنا مقيم على طاعتك يا رب العالمين، دائم على الطاعة زمانا ومكانا، كلما تغير بي المكان فأنا على طاعتك، وكلما تقدم بي الزمان فأنا على طاعتك، يعني دائم مرابط على طاعتك. والمقصود التكثير، وإن كان اللفظ مثنى على حد قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، في أن المقصود منه التكثير لا خصوص المرتين، بدليل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فإن البصر لا ينقلب خاسئا وهو حسير إلا من الكثرة لا من مرتين فقط. والمعنى أنا مقيم على إجابتك حيث دعوتنا للحج، إجابة بعد إجابة، وإقامة بعد إقامة، وقول اللهم لبيك اللهم أي يا الله، فأصله كذلك، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وشذ الجمع بينهما، نادرا ما يجمع بينهما، كما قال ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، شذ يا اللهم في قريض، يعني في الشعر، أي شعر، أي شعر، أي شعر، أي شعر أريد قول الشعر، أي شعر يريد قول الشعر، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، قوله لبيك بدليل الضرورة الشعرية يعني، وقول لبيك تأكيد للأول، لبيك اللهم لبيك تاني إيه تأكيدا، وقول إن الحمد بكسر الهمزة على الاستئناف الذي في قوة التعليل لما قبلها، وبفتحها أن الحمد على تقدير اللام للتعليل، أي لأن الحمد، والكسر أجود عند الجمهور لأن الكسر يفيد أن الإجابة ليست مختصة بهذا السبب بحسب ظاهر اللفظ، وإن كان القصد التعليل في المعنى، والفتح يفيد أن الإجابة مختصة بهذا السبب لأن معناه لبيك لهذا السبب بخصوصه، يعني لما تقول لبيك اللهم لبيك إن الحمد، يعني إن الحمد مطلقا لسبب ولغير سبب، لنعمة أعرفها أو لا أعرفها مطلقا، إنما تقول أن الحمد أي لأجل أن الحمد، وكأنه خصصتها لسبب مخصوص فتبقى ضيقت العبارة، بل أحسن إنك تكسرها عشان توسع العبارة. وقوله والنعمة المشهور فيه النصب عطفا على الحمد، ويجوز فيه الرفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوف والتقدير والنعمة كذلك. وقوله لك خبران، خبر إن، تمام، وقوله لك خبر إن، وقوله هي مش خبر إن الحقيقة، يعني بتبقى متعلق بمحذوف تقديره إيه الشأن أو شيء من هذا، أو مختص بك أو شيء. وقوله والملك المشهور فيه النصب والملك أيضا، ويجوز فيه الرفع على ما تقدم فيما قبله، ويسن الوقف على الملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تقف كده لا شريك لك، زي ما بتسمعها يعني الحمد لله، تلاقي كل المسلمين الحمد لله بيقولوها بنفس الطريق، وقفة يسيرة لئلا يوهم اتصاله بالنفي الذي بعده، فإن قلت لما جمع بين الحمد والنعمة ثم أفرد الملك، أجيب بأنه جمع بين الحمد والنعمة لأنها متعلقة، فإنه يقال الحمد لله على نعمته، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه، ذكر لبيان سبب كون النعمة لكون الحمد والنعمة له تعالى، فكأنه قيل إن الحمد والنعمة لك لأن الملك لك، فالنعمة كلها له تعالى لأنه صاحب الملك،
وقول لا شريك لك أي لأنك لا شريك لك، فهو كالتعليل أيضا لما قبله، ويوجد بعد ذلك في بعض النسخ لبيك وهو محذوف من غالبها. قال بعضهم ويسن أن لا يزيد على هذه الكلمات شيئا ولا ينقص عنها، واستحب في الأم أن يزيد لبيك إله الحق بعد لا شريك لك لأنها صحت عن النبي كذلك. قول وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يفرغ يسن إذا شرع في التلبية أن يكملها 3 مرات، يعني أقل حاجة 3 مرات على سبيل السنة، ثم بعد الـ3 يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. كويس. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره كل مرة ولا مانع منه، لكن حملوه على أن المراد وإذا فرغ من دور التلبية وهو 3 مرات، وهو 3 مرات قال لك. يعني كأنك انت عايز تلبي على طول، يبقى تلبي 3 مرات وتصلي على النبي، وتلبي 3 مرات وتصلي على النبي، تلبي 3 مرات وتصلي على النبي. وبعدين هيقولوا لك كده اما يسمعوك هناك بدعه، ما تسمعش كلامه، لبي 3 مرات وصلي على النبي، مالكش دعوه بيه. فهمت ازاي؟ بس زي برضو تكبيرات العيد يسن انها تبقى 3 مرات وبتنهيها بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد، معروف. ويسن ان يكون صوته صلى على النبي 3 مرات باي صيغه كانت، بيقول لك كمان مش يصلي على النبي مره، يخليها 3 مرات باي صيغه كانت، لكن الابراهيميه افضل. ويسن ان يكون صوته بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها اخفض من صوته بالتلبيه، وقول وسال الله الجنه الى اخره، اي كان يقول اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. ويسن ان يدعو بما شاء دينا ودنيا، ويسن ان يقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك، اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي إذا ما نويت وتقبل مني يا كريم. اللهم يسر لي ما نويت. وممكن إذا ما نويت يعني حال كونه نويت. وتقبل مني يا كريم. كل الزيادات دي على فكرة استحباب من العلماء، يعني مش وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيدل لك يعني كيف تحسن مخاطبة ربك يعني. ونقف على الثالث اللي هي من سنن الحج، إن شاء الله نكملها يوم الخميس القادم. احنا هيبقى عندنا الخميس 19/3 اجازة، والسبت اللي بعديه برضو اجازة عشان هنكون في سفر ان شاء الله. اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا، ونبلغكم ان شاء الله وندعوكم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في هذا المسجد يوم الاثنين القادم من بعد صلاة العصر الى العشاء باذن الله رب العالمين. الخميس هيوافق 19/3 اللي بعد الجاي، لكن احنا الاثنين القادم عندنا الاحتفال بالمولد النبوي ان شاء الله رب العالمين في هذا المسجد، ويوم الثلاث بعد المغرب الى ما بعد العشاء في مسجد قايتباي اللي هو اليوم اللي بعده في المنيل، مسجد قايتباي في المنيل اللي هو المسجد القديم بتاعنا اللي كنا قاعدين فيه زمان. اللهم علمنا وفقنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين وتحب وترضى. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.